هنا سؤال الأخت أم محمد، وسؤال بعض النساء أو بعض حتى الرجال في فترة الشباب، يكون لديهم شيء من التساهل في موضوع الصيام، فتقول أنا كبرت في السن ولا أذكر الأيام والأشهر التي يعني تساهلت في الفطر فيها، والآن أنا كبيرة في السن وأعاني من مرض السكري، ماذا علي الآن؟ التوبة تهدم ما قبلها، والإنسان إذا تاب تاب الله عليه، فالذي تاب ولا يقدر على الصوم وهو عاجز عن الصوم فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين 1.5 كيلو، وهذا يدخل في عموم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأنس رضي الله عنه لما كبر كان يطعم عن كل يوم مسكين ولا يصوم. فيطعم الإنسان الكبير سواء كان رجل أو امرأة ما أفطره سابقا ولا شيء عليه، والله أعلم.